أهلا وسهلا، منورين. هلأ صار في صورة. تمام تمام التمام، يلا ها تفضلي. يسعد لي مساك يا رب. لك أهلين سليم، كيفك؟ طمنا عنك. كيفك؟ ماني شايفه عليك أصلا. نعم صورتي بتكون فوق. بالضبط. شو الأخبار؟ طمنا عنك. والله بخير الحمد لله، الله يسلمك. انت كيفك؟ الحمد لله تمام. طبعا أنا كتير مبسوطة، يعني على المستوى الشخصي أنا بشرفني كتير إني أحكي معك، يعني هذا الشيء كتير بنضاف لإلي، فعن جد كتير مبسوطة، وإن شاء الله هيك تكون تدش على السريع. أنا اللي بتشرف عيوني، تسلمي. الله يسلمك يا رب ويخلينا إياك. خبرني كيف تقضي وقتك هلأ بالحجر المنزلي؟ شو بتعمل؟ فعاليات؟ أفكار؟ هلا انا ما اختلف علي شيء كثير كبير، يعني لاني انا بالاصل يعني ببقى حريص دائما يعني. بشكل عام انا عندي مكتب بنفس البناء اللي ساكن فيه، بالاصل بداوم فيه، بقعد بقرا كتب وعندي شويه مشاكل. حلو، يعني ما حسيت كثير فرق. لا ما كثير في فرق، بس انا والله فقدت الرياضه. انا بسبح بشكل يومي. ممتاز، حلو. بس وقفت هلا القصه، صيف شتاء بسبح انا، بس هلا لاني راحت السباحة فصرت عوضتها في بسكليت، دراجه هوائيه يعني. حلو، ممتاز، يعني مهم تمارس الرياضه، يعني ما تنقطع. عم مارس الرياضه تماما، ايه. فبنزل بتسلى شوي شي ساعه زمان، مرات بروح بجيب اغراض على البسكليت. والله ممتاز. حلو، يعني اسم الله، يعني حلو انك بتمارس الرياضه بنفس الوقت بتحس انه بتغير جو على البسكليت، يعني انه مش بس رايح تشتري شيء، بتحس انه فيها متعه كمان. ايه ظريف، حلوه الرياضه على فكره. لها مردود نفسي اكثر منها مردود بدني، يعني الواحد بيحس بالضبط. ايه تماما هيك، بالضبط نفس ما بقوله، لما تحس حالك انك متضايق ومخنوق اطلع اتمشى شوي برا، مش لازم تلعب رياضه، حرك جسمك، بتتغير كثير نفسيتك وعقلك بتفتح وبتصير يعني بمود افضل، يعني فانه منيح انك بتمارس الرياضه. يعني الرياضه من زمان بتلعب؟ من زمان ولا من جديد؟ لا من زمان، انا يعني بالاصل الرياضه بالنسبه لي انا من زمان يعني بمارسها، يعني حتى انا كنت من زماني في صغري، وقت كنت صغير كنت منتخب دمشق للفولي بول، كره طائره. واو، انا من هاي من اكثر الرياضات المفضله عندي، حتى انا لما كنت بالمدرسه كثير كنت شاطره فيها، بس للاسف بعدها يعني ما كان عندي الوقت اني امارسها، فهلا رجعت لمرحله الصفر فيها. ايه بس يعني انا اكتشفت صرت بالمنتخب، اكتشفت انه كل اعضاء المنتخب كانوا من الطلاب المشاغبين. شو القصة؟ طيب ما بعرف، يبدو اي نحن بالشام بيقولوا طالب المشاغب يعني مثل مزمبر، او يعني دائما هيك مقصر بالدراسه، مقصر بكثير اشياء، فبيروح بالذهب الرياضه، بيطلع بها يبرز بالرياضة أو بيظهر بالرياضة إمكانية. بالضبط. إيه تماماً. أنا كنت حلو. طيب خلينا هلأ نحكي شوي عن أنت من المشاغبين. إيه مشاغب كنت. إيه لما بلشت مسيرتك الفنية واجهت بعد يعني خلينا نحكي الرفض من أهلك لهاي المهنة، فأنت كيف قابلت كيف قابلت أنت هذا الرفض؟ شو عملت أو اعتراضات؟ بالضبط. ايه تماما. لا هي عدم قبول، لانه في احساس بانه هاي المهنه شغله جديده على حياتهم. يعني ابي اشتغل بالكهرباء بالميكانيك وشوفير على الترين، جابي بقى على الترين، فما بيعرف يعني هذا الشغل شو، هذا يعني شغله جديده عليه. هو بالنسبه له ثقافته بتهيئ له انه الحياه فيها امام باتجاه مهنه واضحه قديش ممكن تجيب مصاري مشان الواحد يعرف يعيش او يامن حياته. صحيح. بالنسبة له اللغز يعني اني يعني انا اروح لمسألة فنية، شو هذا الفن؟ يعني ما بيعتبروه انه شغلة ممكن يكون مشكلة امان لابنهم. فمن هالزاوية بالضبط، لها مستقبل ناجح كمان، يعني لها مستقبل مضمون وناجح يعني بمجال الفن. لا هو احنا يعني بدك تاخذي بعين الاعتبار قياس عمري انا على الزمن اللي كنت بلشت فيه، يعني لانه اكيد طبعا ايه يعني كانوا الأهل بمهنة جديدة على الناس وعلى المجتمع،
يعني بالضبط كانت العقلية مختلفة بهذاك الوقت كمان 100% صح. يعني هلا يعني هلا يعني انا كنت من يوم لما كنت بحكي معك لما قلت لي عن ابنك ميار اسم الله يعني خريج جامعة امريكا ومعاه 2 ماجستير بصناعة الافلام والاخراج، فانت يعني واجهت رفض او واجهت بعض الصعوبات مع اهلك، هلا انت مع ابنك عملت العكس، فخبرني لما اجى ابنك ميار وخبرك انه بابا مثلا بدي ادخل هذا التخصص، انت كيف دعمته؟ لا انا يعني هلا اول شيء الدعم واجب طبيعي لاي خالد بيختار الولد، لكن انا مو انا بزرع له افكار يعني، او مو انا بحط له الصح يعني، الصح هو اللي بشوفه بحياته الصح. كنت بخبرك هلا عن مسلسل جمال الاشواق وبنايه مشابهه، اي عمل هو الاقرب لقلبك؟ هلا اثنين قريبين لي، ما فيني اقول عن واحد قريب والثاني بعيد بالتاكيد. اثنين كانوا عم يحكوا الازمه السوريه بطريقه من الطرق، كل واحد من زاويته، واثنين انا كان حجم مشاركتي فيهم حجم كثير كبير، ما له سهل ابدا يعني. ما بميل لحدا لطرف يصالح طرف، لكن انا بميل لطبيعه الفكره وطبيعه التناول. اللي صار بترجمان الاشواق انا برايي راح لمحل أكثر دسامة بالنسبة للفكر، لأنه هو قدم تجربة اللعب السياسي بحياة البلد، تجارب سياسيين كانوا تحولوا لسجناء، واحد منهم البطل اللي أنا لعبت دوره سجين سياسي سابق بيهرب من البلد، وبعد ما يطلع زوجته بيترك بنته عند أمه وبيرجع بعد الأزمة على البلد لأنه بنته بتكون خطفت، فبيحاول يدور على بنته. برحلة البحث عن بنته بيكتشف انه هو عم يدور على البلد وعم يشوف كل تجربته وفشل تجربته السياسية السابقة بالبلد، البلد بدها سياسة مختلفة غير اللي كانت سابقا بتجربته وغير يمكن تكون السائدة، في طروحات جريئة على مستوى اي تماما الخطاب السياسي للعمل يعني. بعناية مشددة كان عم يحكي عن وقائع بحد ذاتها ضمن قصة انا برأيي كانت كتير جريئة وكتير هامة، وتعرضت لشخصيات الحقيقة كثير ناس حبتها. أنا لعبت فيها شخصية واحد فاسق، واحد فاجر، واحد فساد، واحد بيكتب تقرير، عميل للأمن والمخابرات وبيأذي الناس، والشخصية كمان لاقت قبول كثير كبير، والعملين أنا برأيي عملوا جمهور كثير حلو رغم أنه ترجمان الأشواق تعرض لرقابة يعني فيك توصفيها بانعدام الذكاء. طيب هلا خلينا شوي نترك مجال الفن، نحكي شوي عن عيلتك. السيدة عنود خالد اللي هي زوجتك وام اولادك، الله يخلي لها اياك يا رب ويديم بينكم المحبة. خبرني اكثر عن علاقتك فيها، كيف توصف هاي العلاقة؟ هلا انا يعني نحن صرنا هلا يعني 30 سنة وشوي متجوزين. ما شاء الله، ان شاء الله العمر كله يا رب بسعادة وهنا. الله يطول عمرك. ايه انا يعني كل يوم عن يوم برجع بحبها. الحب مو طاقة يعني إلى بداية ونهاية، لا هي حالة مستمرة من الاحترام قبل ما يكون محبة. المحبة مو بس عاطفة يعني بالقلب، المحبة هي قبول الناس حواليك يعني. بعدين بتجي قصة التعلق، هذا بيصير مع الأم ما بيصير مع الزوجة. الزوجة هي شريك حياة، فالاحترام للاختلاف والاحترام للرأي الآخر والتعامل معه هاي ضرورة حياتية يقدر يوصل فيها الإنسان بينه وبين نفسه، لأنه الرجولة تقتضي أن نستمع. على مثل ما بيقولوا عنا مثل بالشامي بيقول ما بيخاف من الله ما بيخاف من مرته، ما بيخاف من مرته ما بيخاف من الله. لا هو هي احترام، الحقيقة احترام حقيقي. فأنا يمكن العلاقة بيني وبينها قائمة على هذا الموضوع، على هاي القصة. ما في تفاصيل مسؤوليات تقليدية بالحياة بيني وبينها، في شيء اسمه علاقة تبادلية مثل رفقات. لهلا صاين احنا صار لنا 3 أولاد وعنا أحفاد، لكن يعني الله يحفظهم يا رب. لساتنا رفقات ولساتنا بنختلف ولساتنا بنآخذ بعض وبنعاتب بعض وبنحب بعض ونحترم بعض، وهذا الأهم. طبعا هذا الكلام اللي قلته في كثير رساله كبيره للشباب. هلا انت بتشوف هلا الشباب هاي الايام من بدايه زواجهم خلافات مشاكل وتوصل للطلاق، فشو بتحب تقدم لهم نصيحه بهذا الموضوع؟ ما في نصيحه انه هي قانون شافي وافي، ما حدا بيقول والله هيك بتنجح الدنيا وهيك ما بتنجح.
هي تجارب بالاخير يعني، مرات بيكون الطلاق حل، الله لا يجيب طلاق، ما له مشكله الطلاق يعني، الطلاق ممكن يكون حل لبدايه حياه حقيقيه للطرفين يعني، ما دخلها، بس الشيء الرئيسي بالحياه هو قبول واحترام. نحن ولدنا بمجتمع مكبوت مضغوط، في ادوات قمع، لانه بنربى على الخوف نحن، حتى رب العالمين استغفر الله العظيم مرات بيخوفونا منه بدل ما يخلونا نحبه، هاي ثقافة التربية الخاطئة. فنحن بنربى بهاي الطريقة، بنبطل نعرف نحب، بنبطل نعرف نحب. صحيح. ليش؟ لك أمثلة، الخوف هو المرجع الأول والأخير، الدنيا بتخوف من كل شيء. أكيد بالضبط، ببطل في احترام، ببطل في احترام وحب. تماماً، لأنه الاحترام هو قرار بحياتك أنت بتساويه، تتحمل مسؤوليته. يعني ما فيك أنت تقولي للكبير غلطان، بس فيك تقولي له أنه يمكن تكون غلطان. هذا احترام. تماماً. أكيد. هي هيك، فنحن هاي المحبة نحن بنربى بطريقة، نرجع نحكي على الشيء الجديد وعلى الحب وكيف ممكن ينجح أو ممكن ما ينجح. المسألة إن نحن نسبح مشاعرنا مرات بطريقة مجانية، وخصوصاً بوجود وسائل الاتصال السريعة على الفيسبوك ولا على الواتساب ولا على أكيد. أي أبليكيشن جديد هلا ممكن الناس تفوت عليه طعمة بلا طعمة وبتحب بعضها، مش شايفة أنت الكذب والخداع. صحيح، أكيد. كله يعني الفيسبوك عبارة عن غش للنفس قبل ما يكون غش للغير. وعلى أساس الاحترام بتدوم العلاقة، أو ممكن نبدأ علاقة صحيحة وسليمة كمان تستمر يعني. علاقة لا تنتهي بالاحترام يا ضحى، العلاقة لا تنتهي بوجود الاحترام، العلاقة لا تنتهي حتى لو انفصلت العلاقة، الاحترام يبقى مستمر. أكيد طبعاً. نشكرك أستاذ عباس على هذا اللقاء اللطيف والخفيف، وأنا جداً سعيدة يعني تعرفت عليك بشكل موسع أكثر، ونتمنى الجمهور اللي راح يتابعك خلال صفحتنا يستمتع بهذا اللقاء. يعني شيء أخير بتوجهه لجمهورك عبر تطبيق وياك؟ بس كنت بدي حابب أحكي أنا على تفضل. أكيد. أنا عم ساوي مسلسل اسمه شارع شيكاغو. بالضبط. هلا أنا حتوقف التصوير بسبب الظروف الكورونية المشهورة بالعالم، كل العالم توقف. فنحن إن شاء الله حنرجع نباشر التصوير هلا باعتبار الظروف شوي تراجعت صارت أحسن. كان المفروض يعرض برمضان، لكن بالضبط. على ما يبدو إنه ما راح يتحقق هذا الشيء، إن شاء الله بعد رمضان بتشوفوه. إن شاء الله يا رب. بتشوفوا عمل كتير مهم، ما له عادي أبداً، عمل في جهد كتير كبير على مستوى الإنتاج وعلى مستوى التأليف وعلى مستوى التمثيل وعلى مستوى الإخراج للأستاذ محمد عبد العزيز. عزيز طبعاً. هذا بالنسبة لآخر شيء أنا عم سويه، وفي طبعاً مسلسل اسمه دارين حينعرض كمان على برمضان. كل التوفيق إن شاء الله. تسلمي لي، الله يخليك. وحاب أقول للناس شغلة صغيرة بمناسبة وضع كورونا، نحن كورونا لهلأ عم تدق بابنا، عم تقلنا في دنيا فيها خطر، لكن صدقوني الباب هذا مو بابنا لحالنا، باب كل البشرية، وهذا بيستدعي نشبه البشرية بأفكارنا، نطور حالنا، ما نصدق الأخبار الطعمة ولا طعمة، نلحق عقلنا ونشوف، ما تنلحق يعني، تقول الأخبار يعني وكالات الأنباء يعني بالضبط، الموثقة الأصلية الرسمية. الإعلام العربي لا تصدقوه، دوروا على حتى الإعلام الغربي لا تصدقوه، دوروا على الأفكار اللي ممكن تكون حقيقية حول هذا الفيروس، منشأه سياسي غير سياسي، حرب بيولوجية غير حرب بيولوجية، نحن عم ندور على خلاص للبشرية، وصدقوني وعلى مسؤوليتي، وإن شاء الله أنا متفائل، نحن ما في شيء اسمه البشرية انتهت إطلاقا. أكيد طبعا. اسمه الغباء انتهى، فلا نكون نحن هيك، ما بدنا نموت من الخوف، بدنا نموت إذا بدنا، الله لا يقدر يبعد الشر عن الجميع إن شاء الله. آمين يا رب. بس المهم ما نموت نحن خايفين. أكيد طبعا. شكرا لك ويعطيك ألف عافية، وإن شاء الله يعني بنتمنى يكون لنا لقاءات تانية معك، وكل التوفيق طبعا بمسلسلك الرمضاني. وبالنسبة لشارع شيكاغو كمان يعني كتير كنا متشوقين إنه يعرض عنا على التطبيق، بس للأسف بسبب هاي الظروف الحالية اللي حاصلة هلأ ما يعني توقف تصويره. أهم شيء سلامتكم، وإن شاء الله تكون بخير أنت وعيلتك، ونلتقي إن شاء الله بعد رمضان. يعطيك العافية يا رب، ويومك سعيد. الله يحمي الناس، الله يحميكم، يحمي الناس. شكرا للقاء ضحى، كثير انبسطت فيكم. واجبي. الله يخليك يا رب. الله معك، مع السلامة.